السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنربح عن طريق انك انت هتبيع صور وفيديوهات، اي صور او فيديوهات تخصك او تخص اي حاجة انت بتصورها على موبايلك تقدر تبيعها بكل سهولة عن طريق الموقع ده. اسم الموقع shutterstock.com، هسيب لك الرابط في الوصف اسفل الفيديو في اول تعليق. اول حاجة تدخل على الموقع وتنزل تحت خالص في الاسفل هتلاقي في حاجة اسمها تحت our company او شركتنا sell your content او بيع محتواك، هنضغط عليها وبعد كده هتنزل هتقول له get started يعني ابدأ. هتعمل الحاجات دي، الاسم بالكامل، هتكتب الاسم والايميل والباسورد وتقول له I certify that I am 18 or older، يعني انا اكبر من 18 سنة او اكتر، وبعد كده تقول له next. هخلص الحاجات دي وارجع لكم. هتجي لك رسالة التفعيل على الايميل، وبعد كده بتضغط هنا عشان تأكد ان ده ايميلك، وبعد كده بتملى شوية بيانات البلد، وبعد ما عملت اقول له go to your dashboard او لوحة القيادة. بيقول لك هيا بنا نبدأ لرفع صور وكليبات. هقول لك يعني ايه دلوقتي. اول حاجة دي الصفحة الخاصة بيك، هتبدأ الربح عن طريق ايه؟ انك انت هتقول له ابلود هنا. لو عملت ابلود هيبدأ يقول لك دلوقتي اعمل دراج للصور او فيديوهات او اي حاجة انت عايز تبدأ تعملها. في طريقة تانية بتقول له اد من فوق خالص، تقول له اد، تقول له ابلود ميديا، هيجي لك نفس الصفحة هي. بيقول لك الفوتوز او الصور حملها جي بي جي او جي بيج اتليست 4 ميجا بكسل، الفيديو ابلود ام بي 4 او ام او في من 5 ل 60 ثانيه بس، يعني مدته من 5 ثواني ل 60 ثانيه، الفيكتورز هتحمل فيكتورز فيرجن 8 او 10، خلينا ما علينا من ده دلوقتي. بيقول لك ما تبقاش الصور ما تبقاش مع ناس وما تبقاش في ملكيه خاصه، تبقى حاجات عامه يعني عشان ما تبقاش فيه اي مشاكل حقوق طبع ونشر وكده. بتقول له select multiple files وتبدا تشوف بقى انت هتعمل ايه. هتبدا تاخد الايمج مثلا، هتضغط على ايمج يحمل لك صفحه جديده، تختار الصوره اللي عندك على جهاز الكمبيوتر وتبدا ترفعها وتحملها. select multiple file وتختار من على جهازك اللي انت عايزه. عشان تعرف ارباحك بتضغط على earning، وبعد كده تقول له earning summary او ملخص الارباح. بيقول لك total earning او المكسب الاجمالي مكتوب هنا زيرو طبعا بالدولار، total downloads الحاجات اللي انت حملتها او رفعتها مكتوب لك عددها، referral earning لو في برنامج للreferral بدي الرابط لاصدقائك انهم يفتحوا حساب عن طريق الموقع او عن طريق موقعك او عن طريق الرابط الخاص بيك بتبدا تربح. دي كل حاجه في الموقع. يا رب الفيديو يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه واعمل اعجاب الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.